بهدف تحقيق المرونة الكافية في تحديد مواصفات أنواع الدراجات الآلية ونظام وشروط منح رخص قيادتها، جاءت موافقة مجلس النواب وبشكل نهائي على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، أحدهما يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون المرور، والآخر يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الطفل. التعديلات المدخلة على قانون المرور تستهدف النزول بسن ترخيص قيادة الدراجة الآلية إلى 16 سنة، الأمر الذي استلزم تعديل قانون الطفل. كما يهدف مشروع القانون إلى إعفاء سيارات النقل الأجنبية من رسوم الجمارك بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة، مستهدفا بذلك تفادي أي تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التي أبرمتها الدولة المصرية وما يترتب عليها من التزامات خاصة، بهدف تيسير الطريق أمام حركة النقل والتجارة. المجلس وافق كذلك وبشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، إلى جانب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب. وبهدف استغلال ثروات مصر الكامنة في باطن الأرض، جاءت موافقة المجلس على 7 مشروعات بقوانين بشأن الترخيص لوزير البترول للتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وكذلك شركة شلاتيل للثروة المعدنية للبحث والتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في عدد من المناطق بالصحراء الشرقية. سن تشريع المركبات الخفيفة وعمليات ذات تأثير محدود على الطرق والحركة المرورية أحد أهم الأسباب التي دعت الحكومة للتقدم بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون المرور، الأمر الذي يعمل على تحقيق المرونة الكافية في تحديد مواصفات هذه المركبات وبما يتماشى مع التطور المتلاحق في هذا المجال. من مجلس النواب محمود إسماعيل، التلفزيون المصري.